بسم الله الرحمن الرحيم. أعضاء مدونة مكتك العرب، أهلا بيكم. الدروس اللي فاتت هتلاقوها تحت الفيديو، إزاي تعمل إيميل على فيسبوك وإزاي كمان تأمنه وما يخترقش. دلوقتي كيفية تسجيل الدخول للفيسبوك. المرة اللي فاتت قلت لكم إن إحنا أمناه برقم تليفون، تمام؟ فدلوقتي أنا كتبت أقدر أكتب البريد بتاعي هو رقم موبايلي والباسورد بتاعي أهو، وأقول له تسجيل الدخول. انا علشان مسجل على ده ففتح على طول. فهنيجي دلوقتي كده نفتح متصفح تاني واوريكو ازاي. اول ما بتيجي تدخل بيطلب منك رمز، مش هيشغلك كده على طول. طبعا هدخل دلوقتي على حساب الفيسبوك. نضغط انتر. تمام يا شباب، اهو حالا فتح معايا اهو. هكتب الرقم بتاعي وهكتب الباسورد بتاعي وهضغط تسجيل الدخول. خدتوا بالكم يا شباب ايه اللي حصل؟ انه طلب رمز. لو شايفين دلوقتي هي جالي حالا على الموبايل رمز، هدخله علشان محدش يخترق الفيسبوك بتاعي. واقول له متابعه، حفظ ولا عدم حفظ. لو هو بره البيت هقول له عدم حفظ، لو هو جوه البيت هقول له ايه؟ حفظ. هقول له متابعه. كده اصبحت او بيقول لك ممكن تحصل على مجموعه من الرموز، علشان لو هاتفك مش موجود هقول له احصل على الرموز. طبعا بيقول لي دخل الباسورد علشان اديك الرموز. طبعا بعد ما دخل الباسورد هيديك مجموعه من الرموز في ملف تكست ممكن تعينها معاك في المحفظه او في الحافظه بتاع الموبايل او كنوت او كايه ملاحظه تقدر تعينها. تمام يا شباب، دي طريقه الدخول للفيسبوك مؤمنه. شكرا لكم والسلام عليكم. هتلاقوا باذن الله تحت الفيديو مجموعه الفيديوهات اللي شرحتها قبل